الفيو ده بقى عندي مهم جدا. الفيو ده بقى مهم جدا ليه؟ عشان هما بيمثلوها باشعه الشمس. بيقول لك لما انت حاطط البروب زي ما انا حاطط كده عند البيشنت على اعلى حته خالص للجراسيليس، تعتبر كانها عامل زي الشمس، طالع دي الشمس وطالع منها شعاع، ده الادكتور لونجس، شعاع اصغر ده البريفس، شعاع تاني كبير ده المكنس، زي ما باين قدامك في الدياجرام. يبقى دي جراسيليس، دي اللونجس، دي البريفس، دي المكنس. طبعا عندي ايدنتيفيكيشن تاني كريم، عندك ان اللونجس عارف ان ليها تندر مميز هنا. طب في حاجه تانية، في اوبتيوريتور ديفيجن، انتيرور ديفيجن بيفصلك ما بين اللونجس والبريفس. طب في حاجه تانية كريم تفرق لي وتخلي الصوره اوضح، ان البوستيرور ديفيجن هو كمان هيفرق لك ما بين البريفس والماجنس تحتيها. امال مين الفيري سوبرفيشال ماسل اللي على الجنب خالص على الميديال سايد؟ جراسيليس. كل ماسل من دي تطلع وتنزل معاها وتشوف التندون وتشوف المايوتندينيوس جانكشن بروكسيمال وديستالي وتتاكد المايوفيشال تندون انتكت. تمام؟ يبقى انت كده جبت الجراسيليس ومشيت معاها لغايه ما قلبت بتندون، طلعت بيها لفوق 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 لفوق، هي فيري ماسل سوبرفيشال ماسل، هتدي اول شعاع الادكتور لونجس، ثاني واحد البريفس، ثالث واحد الماجنس. هتيجي تمسك الادكتور لونجس، انت عارف ان هي طالعه من البادي اوف بيوبس، اوكي، ورايح الانسيرت على امينيا اسبرا في الميديال شافت، وهو دايما الميديالي لمين؟ للفيمور ارتر، هي دايما الماسل الميديالي للفيمور ارتر. تمام؟ حلوه.